معلش انا بقول لك نقطتين. النقطه الاولى انت تبي تطور رياضه، النقطه الاولى انت تبي تطور رياضه ولا تبي عظام الجدار يقعدون بالنادي؟ في فرق. هذا ما له رياضه، هذا ما له شغل التعب. عينك على اللاعب، هذا ما له شغل. تبي تطور رياضه عينك على اللاعب، مو عينك على رئيس النادي وامين الصندوق. اي هذا هلا ابو صباح. انت الحين في نادي النصر، بعد اذنك منور، انت في نادي النصر استثمارات مليون غير ال 700 مالت الهيئه، عندك امكانيه انك تعطي اللاعب مو 100 المينيمم، عندك امكانيه. ايه. اغلب الانديه ما عندها امكانيه ابو بالصباح. صح اي صح. انا وياك. انت ليش قاعد تلوم تبي اللاعب الحين انت تقول اللاعبين اضربوا على الانديه؟ انا قاعد تدري انا قاعد اطالب اللاعب. بالصباح نادي برقان ما عنده ولا دينار استثمار. نادي برقان كم لعبه عنده؟ اكثر من نادي النصر ماله. كم ياخذ؟ نفسه 600. لا شو 600؟ اي نادي النصر ما ياخذ 600. كم ياخذ؟ من قال لك ياخذ 700؟ اقل. لا لا بلا، كل الحين الحين كل الفوق 500 كل. لا ما الحين تحديث الجديد مال هي كل فوق 500. الصبح تبي تطور رياضه؟ يا تسوي ثوره نفس ما سوت السعوديه. ثوره بعد؟ ثوره رياضيه. ثوره رياضيه. يا تسوي ثوره رياضيه نفس ما سوت السعوديه، ولا هني بنقعد هني بعد 10 سنين بنتكلم نفس الكلام.